لا لا ما كاينش باقي ما بداوش لا لا باقي ما بداوش لا باقي ما زيد باقي نبنى ما كاين الناس اللي خلصوا دابا كاع ما دار ما فتش حاجه الناس خلصوا قالوا مشيو تريحوا في ديركم ما كاين والو حتى باقي ما زيد هما براسهم باقي ما دارش بروغرام هما براسهم الوزاره باقا ما دارت بروغرام للدراري باش يبداو كاين حتى ما دارش حوره كاين ما دارش حوره قال لك خلص 10000 درهم 20000 درهم وقالوا لي شيل دي ولادك ريح ما يصلحش لا ما يصلح ما مسلكش لا ما مسلكش الطلبه ما مسلكش والدراري يعني تخسيني لما كتبروش المدرسه اللي غادي شويه غادي تزيرهم وتجمعهم ما يمكنش لهم باش غادي الدري واخا كاع على الاب غيكون يمشي للخدمه العمل ديالو الام ربما تكون حتى هي عندها العمل غيبقى الدري بوحدو في ما يمكنش غتبان ليه الملاهي غتبان ليه الانترنيت غتبان ليه التليفونات غتبان ليه بزاف ما يمكنش باش غادي البارح مشاو الناس للمدرسه وما ما لقاوش حتى معلومات فهمتي كلشي كيقول لهم راه باقي ما عرفناش شنو كاين هذا هو اللي بالاساس بوغ لانستون ما كاين والو كيقول لهم غيكونوا دي زابليكاسيون راه غادي نشوفوا راه غادي يكون التواصل معكم غادي تشوفوا مثلا الاساتذه ديالكم اللي عندكم وانا عندي مثلا عندي دري صغير كيقرا في الاساسي السنه السادسه وعندي بنيات في يعني في الجدع المشترك وفي اولى بكالوريا ولكن مشاو ما كاين والو قال لهم من بعد يعني المشكل الاساسي بالنسبه لي هي مشكل التواصل هذا هو اللي شوف انا كنعرف التعليم مزيان وانا يعني بحكم العمل ديالي وداك الشيء كنظن بان في المغرب وفي الظروف المتاحه حاليا يعني التعليم عن بعد هو مشروع فاشل لان ما موجودش الارضيه ديالو ما موجودش الامكانيات ديالو وما موجودش البنيه التحتيه الانفراستركتور ديالو ما موجودش على حسب ما كيوصلني انا كاين واحد الارتجاليه والاسر يعني تفاجئوا بهذا القرار هذا اللي خرج بشكل مفاجئ وعلى حسب ما كنسمعوا انه كاين مشاكل الله يهدى دابا بين المؤسسات وما بين الاسر كاين اللي باغي يحول ولدهم التعليم العمومي للخصوصي العمومي كاين بعض المؤسسات قبلوا يعطيهم شهاده المغادره بعض المؤسسات رفضوا كاين تخبط كاين تخبط والرؤيه غير واضحه اذا المسؤولين تيقول لك على حسب هذا الانتشار ديال الوباء راه يمكن مثلا الناس اللي خداو المدن اللي تفرضت عليهم الدراسه عن بعد راه ممكن يلتحقوا بالمؤسسات ديالهم ولكن واش هادشي غادي يكون ولا لا على ما تفهم اذا كخلاصه الاسر في تخبط والوزاره بنفسها الوزاره بنفسها راه شي قرارات مفاجئه كتخرج لحد الان من مارس لدابا راه شحال من قرار خرج ما كاينش واحد الرؤيه واحد الاستراتيجيه على المدى البعيد ونتمنوا الله لهذا المشكل يتحل هذا العام بغينا نقراو عن بعد حيت كاين المرض بزاف كثر المرض بزاف بغينا نقراو عن بعد لا ما قراوناش نهار اثنين باش نتبعوهم نشوفوا واش يقولوا هذا العام واش نقراو عن بعد ولا في المدرسه نشوفوا واش يديروا هذا العام المرض كشاف خصنا نقراو عن بعد تلا رجعنا عاوتاني مدرسه انا ولي عاوتاني مرض عاوتاني ويزادوا الحالات اللهم نقراو عن بعد حتى تهدنا هاد القضيه وعاد نرجعوا للمدرسه ما قرار ما والو هذا احسن نديروا لنا سنه بيضاء احسن حتى هاد كورونا هادي خرجاش عنا وحق الله كثروا الاصابات بزاف من الاحسن سنه بيضاء نقراو حضوره ولا كاع ما نقراو كاع حتى القرار اللي خرجوا عن بعد ما قرار ما والو